الآن راح نقارن بين سرعة الآيباد 2 والآيباد 1. طبعا في شيء نسيت أذكره اللي هو بالمالتي تاتش نقدر نغير بين البرامج فول سكرين بهذا الشكل باستخدام 4 أصابع. طبعا بشكل افتراضي هذه منفعلة زي ما ذكرت في السابق. راح نفتح كتابين سوا في الآيباد 2 والآيباد 1. طبعا هذا الآيباد 1 وهذا الآيباد 2 نضغطهم سوا. عدل الفتح يعني مو بأسرع بشكل كبير. طبعا تحليل الصفحة أبطأ في الآيباد 1 يعني متفوق في الآيباد 2. لاحظوا كيف سكرت ورحت المكتبة أسرع الآيباد 2 مثلا. نروح أي كتب، لاحظوا صور الكتب في الآيباد 2 ظاهرة، لكن مثلا نفتح الكتاب التالي غير بينهم. لاحظوا كيف تحليل الصفحة في الآيباد 1 أبطأ. طبعا هنا نقص الظاهر كم صفحة. نروح للمكتبة مثلا استمتع بحياتك ولا لا تحزن. لا تحزن غير موجود هنا. طيب خل نروح كتاب آخر مثلا إيجابية في القرآن، في آيات القرآن الكريم. يعني بينهم التحليل في الآيباد 2 أسرع بكثير. طبعا ما راح تحس بها إلا إذا جربت الجهاز. يعني الآيباد 2 أسرع بمراحل، يعني راح ترتاح معه بشكل أكبر. نروح نجرب اللعبة التالية نفتحهم سوا. شوف الآيباد 2 لاحظوا فرق السرعة. الآيباد 2 على طول قال لك تشغيل لعبة، لكن الآيباد 1 توه تشتغل معنا. طبعا لازم نشوف الفيديو. خلونا نرجع نجرب الانجري بيرد، بتجينا بشكل معكوس وللأسف، لكن خلونا نطلع نشوف مشكلة الآي. يعني إذا رجعنا نشوفها على المالتي مثلا. نرجع فينيتي، لاحظوا في الآيباد 2 مالتي تاسكينج مضبوط مع اللعبة. يعني إذا طلعنا ورجعنا يكمل، لكن مع الآيباد 1 من اللعبة الكبيرة راح يعيد لنا من الأول للأسف. يعني طبعا إذا طولنا مثلا رحنا لعبة أنجري بيرد فكرنا نلعب فيها، نطلع ونرجع يعني مو بزي الآيباد 2 عادي يستحمل لأن الرام 512. طبعا نشوف فتح البرامج الكبيرة زي الجراج باند. أول شيء نسكر الجراج باند والآي موفي، نجي نفتحهم سوا. الجراج باند لاحظوا كيف طول في الآيباد 2 في الآيباد 1 ناس. طيب خلونا نفتح الآي موفي.
اي موفي غير موجود في الايباد 1. طيب خلونا نشوف تصفح المواقع، طبعا كلهم شابكين على شبكة واحدة. مثلا تكلموا هنا، خلونا نرصهم بشكل مع بعض يعني. طبعا الايباد 2 اسرع بشكل يعني ملحوظ، لكن مو بالشكل الشاسع يعني. لكن لا، تحليل الصفحة في الايباد 2 اسرع من ايباد 1. زي ما ذكرت لكم في السابق او في المقال النصي، ان اللي راح يستخدم الايباد 1 بشكل يعني بالبرامج الاساسية ما راح يحصل ذاك الفرق الشاسع، لكن بتحصل فرق ملحوظ. لكن اللي بيستخدم برامج كبيرة زي جراج باند والاي موفي وكذا بيحس بالفرق الشاسع، زي ما شفتوا في اللعبة كيف اسرع بكثير من الايباد 1. ان شاء الله تكون مقارنة بما انها مختصرة يعني تفي بالغرض، توريك الفرق بين الجهازين. الان وصلنا للنقطة اللي ينتظرها الجميع، هل اشتري الايباد 2 ولا انتظر النسخة الثالثة؟ طبعا اذا كان استخدامك خفيف على الايباد السابق، مثلا تصفح ايميلات، تصفح انترنت، قراءة كتب خفيفة الى اخره، يعني ما في ذاك الفرق الجبار، في فرق ملحوظ لكن مو بالفرق الجبار. لكن اذا كنت انت تستخدم تطبيقات ترهق المعالج وسريعة في الالعاب، لازم تشتري الايباد 2، لان كرت الشاشة اسرع بتسع مرات والمعالج اقوى تقريبا بالضعف، يعني تحليل البيانات بيكون اسرع. وطبعا التنقل في الايباد 2 جدا اسرع من الايباد 1، لان الرام 512. وطبعا تصميم الايباد 2 يعني جدا نحيف واخف من السابق، على اليد يعني تقدر تمسكه بشكل افضل من الايباد القديم، يعني جدا جدا رائع والتصميم جدا فتاك. فبالتالي اذا كان استخدام خفيف انتظر الاصدار الثالث، اذا كان استخدامك جبار فان الايباد 2 هو مستقبل تطبيقات الاي او اس. يعني شفنا مع بعض قوة برنامج جراج باند، كيف جواته انواع المؤثرات وانواع الخيارات، جدا جدا جبار. حتى ستيف جوبز قال يعني قال اذا وصل المطورين لمستوى الجراج باند يعني بتكون التطبيقات جدا فتاكة. حتى بالالعاب اللي الجرافيكس فيها عالي راح تلاحظ فرق السرعة بينه وبين الايباد 2 بشكل كبير، يعني زي ما شفتوا في المقارنة في الفيديو انتظرنا حوالي الى 7 ثواني عشان تنفتح اللعبة على الايباد 1، بما ان الايباد 2 فتحت على طول. فبالتالي اذا انت حاب تشتري الايباد 2 فهو مستقبل تطبيقات الاي او اس بصراحة. يعني اذا ما كان عندك ايباد في السابق حبيت تشتري ايباد، الافضل انك تشتري ايباد 2 ما تشتري ايباد السابق. واذا كان عندك ايباد السابق واستخدامك خفيف وشفت ان المواصفات الجديدة للايباد الجديد يعني ما راح تنفعك بشيء او ما راح تزيد لك شيء، فانتظر النسخة الثالثة.